نروح للأرجنتيني سيموني، دييغو سيموني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بيعلن النهارده وصول المفاوضات مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي لمرحلة متقدمة جدا للتعاقد مع موسى ديمبلي. موسى ديمبلي عمر يعني كان عارفين ان يعني سيموني دايما متحفظ شوية عن الصفقات، ودايما الصفقات بتمر من بدون أي أحاديث صحفية، لكن النهارده المفاوضات ظهرت في الإعلام. النهارده في مؤتمر مباراة إشبيلية قال سيموني ان ديمبلي الامر ليس مؤكد ولكن مرحله متقدمه من التفاوض معاه. ده طبعا حسب التقارير الاعلاميه ديمبلي هينضم لاتلتيكو مدريد على سبيل الاعاره حتى يعني لغايه نهايه الموسم الحالي. طبعا بدل ديجو كوستا طبعا.